وقتها كان التفاوض كان مني لكابتن عادل على طول دايركت. بدأ يقول لك ايه ده خلاص بقى خلص وجاي بقى ايه يستمتع له سنه ولا اتنين ولا ثلاثه. كان وقتها شادي محمد هو كابتن النادي الاهلي، بس التحديات دي انا بحبها. فكابتن عادل قال لي عايزين نقعد قعده انا وانت وكابتن الخطيب وكده، هو كان متخوف وقتها، بس انا عارف ان انا اعمل ايه، ان انا كنت كابتن المنتخب وكابتن على كل اللعيبه اللي موجوده، بلعب كويس وحش بلعب. ٢٠٠٨ وخلصنا البطولة والقرار بقى الأهم وهو العودة لمصر. وفي التوقيت ده كان في المفاوضات ما بين النادي الأهلي وما بين نادي الزمالك. أنا بفضل الله كنت دايما ببقى عارف خطواتي إيه اللي أنا هخطيها. كابتن عادل القيعي يمكن خد معايا 11-12 سنة مفاوضات، فجيت بعد خلاص نهاية عقدي مع أندرلخت، رغم إن أنا كان عندي عروض خليجية، لما انا حسيت اني خلاص انا مش قادر اكمل تاني 10 سنين في الغربه، حس ان انا خلاص انا محتاج ان انا ارجع بقى على مصر، لان كانت خلاص اسرتي رجعت بقى لها سنه وشويه، ولادي بدا يدخلوا مدارس وكده. فحسيت ان عملت حاجات كتير، محتاج بقى ان انا ارجع مصر اعمل حاجات جوه مصر وكده. كان عندي العقدين، عقد النادي الاهلي وعقد النادي الزمالك. وقتها كان استاذ ممدوح عباس في التواصل معايا على طول، هو كان بيجيب لعيبه فكان دايما يستشيرني، فكان يقول لي طب في لعيب الفلاني، طب انا كنت بتابع الدوري المصري وانا بقى اكتر من يمكن دلوقتي، لاني ما عنديش حاجه بعملها، فكل الماتشات بشوفها كل لعيبه حافظها، حافظ الدوري المصري كله بالكامل. فكان هو بقى مفاوضات بيني وبينه، قدم لي عرض والنادي الاهلي قدم لي عرض. وقتها انا وقتها كنت بفضل بين الاثنين، بس انا عارف ان انا اعمل ايه، وانا بشوف وبدرس مش مالي وبس، لاني مالي وفي نفس الوقت كمان انت بتعمل تاريخ وبتحقق بطولات. النادي الزمالك بدا يعرض عليا رقم، وكابتن عادل القيعي اتكلم معايا وكده، ونزلت مصر اتقابلنا. وقتها كان التفاوض كان مني لكابتن عادل على طول دايركت، وهو جه بلجيكا وقتها في زياره كده سريعه، وكان حسين ياسر وقتها تقريبا بيرد بيتكلم معايا. فكابتن عادل قال لي عايزين نقعد قعده انا وانت وكابتن الخطيب وكده. كنت اتعاملت مع كابتن الخطيب لانه كان مدير منتخب في الوقت اللي انا كنت موجود فيه، فبدا يتكلم معايا طبعا كابتن الخطيب ويقول لي طبعا احنا النادي الاهلي مختلف، بيعمل لك تاريخ كبير وانت برضه اضافه لينا كبيره. وبدانا نتكلم يعني على المميزات بالنسبه للنادي الاهلي، ايه اللي انا هستفيدها وان انا هضيف ايه والكلام ده وكده. ممكن نكون اختلفنا شويه على الامور الماليه، فقال لي ده السقف بتاعنا، احنا عندنا لعيبه كتير. كابتن طارق تمام، انا هفكر وكده واشوف، لان انا عايز النادي الزمالك اقوى بكتير وكده. هو وقتها خدت يعني جالي فلوس ثانيه بس اعلانات، يعني بدأوا يدخلوا النادي الأهلي. وقتها كان متمسك ان يتعاقدوا معايا، وكان مانويل جوزيه وقتها رغم الاختلاف اللي حصل في الاخر، بس مانويل جوزيه كان عنده تصميم ان انا اجي النادي الأهلي وقتها. وانا علاقتي بجوزيه كانت علاقه على فكره قويه جدا، لان دايما كان يقول لهم انا احمد عنده عقليه احترافيه. وصلنا لرقم مش اللي انا عايزه، بس 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 وصلنا لرقم يعني قريب من رقم نادي الزمالك. كان في فرق في وقتها، بس انا خدت وقتها قرار النادي الاهلي، لاني كان وقتها النادي الاهلي فيه استقرار، كان وقتها النادي الاهلي محقق بطولات، كان وقتها فريق النادي الاهلي هو افضل فريق في افريقيا. مجموعه اللعيبه اللي كانت موجوده، مجموعه لعيبه تساعدك بشكل كبير جدا. تحديات بالنسبه لي ان انت هتروح، انت مش رايح على مكان انت فيه كابتن المنتخب والنجم اللي جاي محترف، لا لا، انت لازم تقاتل عشان تلعب. بس التحديات دي انا بحبها، لان في ناس كتير وانا جاي وانا راجع بدا يقول لك ايه ده خلاص بقى خلص وجاي بقى ايه يستمتع له سنه ولا اتنين ولا ثلاثه. اللي بيوصلوا الاعلام للناس ان انت خلاص انت جاي بقى ده خلاص شطب. لان انا وقتها لما رجعت، انا رجعت 2008 33 سنه، ف 33 سنه مش سن صغير. انت النادي الاهلي بتعاقد مع لاعب عنده 33 سنه. انما انا بالنسبه لي انا حابب التحديات دي، انا حابب ان انا ادخل في منافسه، مش عايز اروح فريق انا بلعب كويس وحش بلعب. وحط الخطوه بالنسبه للنادي الاهلي، وديت مع النادي الاهلي الحمد لله ان انا احقق 3 بطولات دوري، العب كاس عالم انديه، احقق كاس، احقق سوبر. ذكريات كتير مع النادي الاهلي، يعني محتاجه حلقات وحلقات وحلقات يعني عشان الواحد يتكلم فيها. بدات عندي كان فيها توفيق كبير جدا، واول لقاء بالنسبه لي كان اهلي وزمالك في البطوله الافريقيه، وده اللقاء الاهم بالنسبه للجمهور المصري والجمهور العربي كله. الناس بقى مستنيه عشان تشوف فريق النادي الاهلي، الناس مستنيه عشان تشوف ايه اللي هيحصل في اللقاء ده. احمد حسن لسه راجع للنادي الاهلي، فالحمد لله اديت مباراه قويه جدا، وقدرت ان انا احرز هدف الفوز. فاللي هو انت بترد على المشككين اللي بيقولوا ده جاي خلاص ينهي حياته،
لا، وبعدها باسبوع تاني كان برضه لقاء الاهلي والزمالك السوبر، ووقتها الهدف طبعا الشهير اللي هو ما بيني وما بين بركات، اللي هو لحد دلوقتي ما حدش عارف يعني مين صاحب الهدف، بس ما كانتش عدت الخط، وكان طبعا هدف اين، وكسبنا اللقاء ده بعديها 2، وكانت بدايه ولا افضل من كده اكيد مع النادي الاهلي. السؤال اللي تسالوه عن ان انا كنت كابتن المنتخب وكابتن على كل اللعيبه اللي موجوده، فلما جيت روحت النادي الاهلي فالكل مثلا كان متخيل ان انا ممكن اكون كابتن، دي ليها اسباب. يمكن كان وقتها شادي محمد هو كابتن النادي الاهلي، وكان متخوف وقتها، فبدا يعني يبقى في كلام كده ان هو جاي عايز ياخد الكابتنه، جاي عايز يبقى كابتن على اللعيبه كلها، وده مش يعني فانما طبعا الموضوع لا كان يعنيني في اي شيء، لان انا دايما بقول مش الشارع هي اللي بتصنع كابتن، لان انا شايف ان الشخصيه القياديه مش بشرط الكابتن، ولا كان الموضوع ده هدفي خالص يعني، ولا كان هدفي خالص، لان في الاول وفي الاخر انا بعترف بالنظام والنظام يعم على الكل. وبعدها بالعكس انا كنت بتعامل مع اللعيبه دايما، انا الحمد لله بحب اكون قريب من اللعيبه صغيرين او كبار، فالحمد لله ما كانش عندي اي مشاكل ولا عندي اي زمان خالص مع اي حد، ولا في الاهلي ولا حتى لما انتقلت النادي السنه. كان من ضمن طموحي ان انا احقق مع النادي الاهلي حاجتين، اكيد ان انا احقق دوري عام، ولكن ده كان في المتناول سهل، لان النادي الاهلي كان وقتها متسيد البطوله الدوري الممتاز، ولكن كان حاجتين هدفين بالنسبه لي عايز احققهم. اول حاجه البطوله الافريقيه دوري الابطال والمشاركه في كاس العالم للانديه، والاثنين مكملين لبعض، يعني خدت البطوله الافريقيه بقى تلعب في كاس العالم للانديه. مباراه القطن طبعا المباراه الشهيره 2-0 هنا، نتيجه لحد ما مطمئنه، ولكن كان فريق القطن وقتها بيعيش فتره من افضل فترات حياته، والدليل على كده انه وصل النهائي يعني. فكان هدفنا حسم المباراه من البدايه، فطبعا الهدف الشهير بتاعي اللي هو الوش رجل الخارجي ده ابو تريكه عمل الكوره وانا رحت جايبها، هدف حسم اللقاء خلاص يعني، هو قتل اللقاء، لان انت القطن عايز يجيب 4 اهداف عشان يتغلب عليك، فده كان هدف بالنسبه لي من الاهداف المهمه في حياتي، هدف اعتقد ان هو هدف مؤثر، هدف الطمانينه لكل جماهير النادي الاهلي ولينا كلاعيبه في الملعب، اني خلاص اني شبه ان اللقاء اتحسم، وقدرنا الحمد لله ان وقتها ننهي اللقاء ب2-2، جبنا الهدف الثاني ضربه جزاء لشادي وهم كانوا جابوا هدفين، وحققنا البطوله الافريقيه، وده كان حلم وهدف بالنسبه لي. ومنها رحنا لكاس العالم للانديه كانت في اليابان، ولكن يمكن ما كناش موفقين في كاس العالم للانديه دي، الظروف ما مشيتش معانا بشكل افضل ما يكون.